بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدي ونور عيني محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الآية الكريمة تتكلم عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الطبائع البشرية. طبيعة البشر وطبيعة الناس وطبيعة العقول هي تفاوت الأفهام، لذلك أصبح الناس منقسمين إلى أيديولوجيات وأفكار ومذاهب وديانات. هذا أمر طبيعي نتاج التفاوت بالفهم والتفاوت بالفكر والتفاوت العقلي. نلتفت إلى هذه الآية الكريمة، الآية في آخر الآية، ذيل الآية: ولا يزالون مختلفين. في فلسفة لقضية الخلاف والاختلاف، وهناك فرق بين الخلاف والاختلاف. الاختلاف أمر صحي جدا، لذلك البعض يقول اختلاف العلماء رحمة. طبعا رحمة، ينتج عن قضية الاختلاف. اليوم أنا أختلف معك في فهمي لهذا الموضوع، أو النظرية الفيزيائية، أو أي نظرية كانت علمية كانت للحياة، أو كانت نظرية أيضا فكرية إسلامية. هذا الاختلاف ينتج عنه تلاقح فكري، أنا أختلف معك تختلف معي، تزاوج فكري ينتج فكر جديد، فكر آخر. أنا ما أقول له مسار ثاني، لا لا لا، الأصل واحد. أتكلم الآن بالفكر الديني، الأصل كتاب الله سبحانه وتعالى أو قضية فقهية، وهذه الفروع. وأمر الفروع أمر بسيط جدا، لذلك الأئمة الأربعة من أئمة أهل السنة والجماعة، الأئمة الأربعة كانوا متفقين في الأصول واختلفوا بالفروع. الاثنى عشرية عندهم اتفاقيات في مسائل وأيضا يختلفون بالفروع، مثل الإخبارية والأصولية والشيخية، أيضا الإباضية يختلفون مدارس، هي أفهام. والزيدية أيضا والإسماعيلية أيضا، كل المذاهب الإسلامية اليوم، حتى الفكر المسيحي، الفكر المسيحي عنده اختلافات، لذلك مدارس، والكل يقول بأن نحن أتباع المسيح عليه السلام. هذه المدارس نتاج بشري لا علاقة للوحي فيها، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك عقول متفاوتة وعقول وأفهام بسيطة. هذا يقرأ النص بهذا الشكل، والآخر يقرأ النص باستدلالات العقلية أو النصية أو استدلالات الفلسفية. الكل مدرسة، هناك مدارس فلسفية وفكرية. أمر طبيعي جدا قضية الخلاف والاختلاف، ولكن الغير طبيعي عندما يحول هذا الاختلاف إلى صراع دموي، هذا يشتم هذا وهذا يكفر هذا، والجميع لم يلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الله سبحانه: لو شاء ربك لجعل الناس، كل الناس، أمة واحدة. لم يقل مذهب معين أو دين معين، كل الناس، عموم الناس بكل مذاهبهم ودياناتهم وكل أعراقهم. وهذا من رحمة رب العباد، من رحمة الله عز وجل، بأن أعطى الإنسان حرية. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مطلق الحرية بالاعتقاد، بالإيمان، بالكفر، كي يختار الإنسان الطريقة التي يحيا بها، التي تناسب عقله وتناسب نفسه، ما يكون مفقود عليه وكل إنسان كأنه مقصوب على الطريقة التي يحياها أو يسير فيها بالحياة. وهذا الجمال ينتج عنا ما نشاهد اليوم من حضارة، من تلاقح فكري، من أفكار، من بناء فكري. نلاحظ المدارس اليوم نتاج العقل البشري اليوم، هذا الفضاء، التكنولوجيا، العلم، الطب، الفلسفة. شوف في شتى مجالات الحياة إبداع العقل البشري. هذا نتيجة الاختلاف والخلاف، هذا الخلاف الصحي. أختلف معك ينتج فكر جديد. اليوم نطلع على سبيل المثال، ننظر إلى المدارس الفلسفية، مدارس المدرسة الفيشائية والمدرسة السقراطية وإلى آخره، مدارس شتى في المجالات العلوم العقلية. وأيضا نتاج هذا الفكر اليوم نلاحظ في الفكر الإسلامي، هذه المدارس الفقهية المتعددة والعديدة. لذلك هناك أناس ضيقي الأفق يحصر تفكير الديني بمذهب معين. أنا اليوم أنا من الطائفة الشيعية أو من الطائفة الإسماعيلية أو الزيدية أو السنية، فقط أقرأ طائفتي وأتثقف بطائفتي وأقرأ ما كتب عن الطائفة الأخرى وأكفر الأخرى. بالعكس، أنت في موقع جميل اليوم، أنت تقب القرن 21، عندك هذا الإرث، عندك هذا التراث الجميل. كل تراث الإسلامي ملك للجميع، ملك المسلم وغير المسلم. اقرأ اليوم، أنت أيها الإنسان سيد الكون، قف واقرأ واستمتع بثقافات الأمم، واستمتع بحضارات الآخر، واستمتع بنتاج الآخر العقلي والفكري والفلسفي والفقهي. استمتع اليوم، فرصة تكون أنت إنسان مختلف. أنا لا أريد منك أن تكون نسخة طبق الأصل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أو الطبري أو ابن كثير أو محمد باقر الصدر. أريدك أن تكون إنسان مختلف، إنسان
كرمك الله عز وجل أن تحيا بعقلك لا بعقل غيرك. اقرأ، يجرمون عليك قراءة الآخر لأنه يخالفك في المذهب. ما تضير، أنا لي عقل ولي ميزان. اليوم هذا التراث ملك الجميع. اليوم التكنولوجيا أصبحت بمتناول اليد، بخمسة أصابع تضع الجهاز على يدك وتتصفح وتدخل كل العالم، تقرأ في كل العلوم والفنون. هذا هو الجمال، والأجمل من هذا كله أن تقرأ الآخر بنفسك، أن تقرأ الآخر بعقلك وأنت حر كما خلقك الله عز وجل بكل حرية. اقرأ الآخر لا تخف. نتج عن هذا التخلف وهذه الفوبيا من أقرأ الآخر الخلاف الدامي اليوم في العالم الإسلامي، خلاف القديم الجديد، السنة والشيعة. كارثة، كارثة، وصمة عار في جبين الأمة الإسلامية والأمة المحمدية. إلى اليوم كأن في القرون الوسطى نتحدث بلهجة بنعرات عصبية، وأنا لا أقول طائفية، يقولون طائفية، ولكن أنا أراها عصبية جاهلية جديدة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نستجلب هذه اللعنات لأغراض سياسية، نحن على حق والآخر باطل. ما النتيجة؟ صراع دام. اليوم نشاهد المشاهد المأساوية في العراق منذ احتلال العراق 2003 إلى اليوم، والحرب طائفية، تارة يشتمون النظام، وتارة من ميليشيات فلان، تارة من ميليشيات فلان. أصبح كل شيعيا يوالي الجمهورية الإيرانية. اليوم أصبح كل متطرف داعشي يصنف بأن هذا يتبع المملكة العربية السعودية. هذه حقيقة، يجب علينا أن نواجه هذه الحقائق. علينا اليوم كبشر، كأناس مثقفين، كعلماء، كمؤسسات، كدول، أن نرفض هذا الخطاب. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم تقبلنا للآخر، عدم قراءتنا للآخر. تمسكنا بأن فلان على خلاف، استجلبنا أحداث التاريخ، فلان يشتم الصحابة والآخر يقول فلان لا يحب علي، ويقول فلان فلان لا يحب أهل البيت، ويقول فلان فلان لا يحب أم المؤمنين. مصيبة. إلى متى؟ إلى متى ونحن نجتر التاريخ ونجلد ذواتنا؟ هذا جلد الذات، هذا جلد الذات، هذا فيه كثير من السذاجة. لذلك على الإنسان اليوم أن يحرر عقله، يحرر عقله من هذا الموروث، من هذه الأفكار المريضة. أفكار مريضة اليوم تفتك في العالم الإسلامي، توقف عجلة التنمية والتطور والحضارة وبناء الإنسان، توقف التكنولوجيا. ننظر، ننظر، نتأمل إلى حال الأمة العربية اليوم، لا نتاج، لا نتاج يذكر. أصبحنا في ذيل الأمم، أصبحنا في ذيل الأمم، أصبحنا أناس لا شأن لنا ولا وزن، لا وزن لنا أمام الأمم. كيف ترفع رأسك وتقول أنا عربي وهذا نتاجك؟ نتصارع، نتحاور نتيجة خلاف وقع في السقيفة قبل 1400 سنة. هل هذا عقل؟ هل هذا منطق ناس بشر يريدون أن يحيوا بهذه الحياة؟ أبداً. اليوم نريد بهذه الدقائق المعدودة أن نقرأ المشهد السياسي خلال 5 سنوات الأخيرة. ماذا حدث للمسلمين؟ ما يحدث اليوم في سوريا صراع قتل على الهوية، هذا سني وهذا درزي وهذا علوي وهذا نصيري. ما شأني وعمر؟ وما شأني وعلي؟ ما شأني بفلان وفلان وفلان؟ الكل محل تقدير واحترام. أنا لم أحضر هذه الوقائع وليس لي علاقة بأي شيء من هذا التاريخ. لماذا البعض اليوم يستجلب هذا التاريخ؟ لازلنا نمزق الأمة أكثر ما هي ممزقة. جاء الغرب وقسمنا إلى دويلات، واليوم يتآمر علينا بما يسمى الشرق الأوسط الجديد وتقسيم التقسيم، ولكن لا أقول بأيدي غربية، ولكن أقول بأيدي عربية إسلامية. سيوف جديدة للغرب، سيوف إسلامية طائفية. التقسيم، أنا لا أقول الأمريكي قسمني أو أقول الصهيوني قسمني، أقول المسلم قسمني. المسلم اليوم من يشهر سيف الطائفية ويمزقني ويقول هذا الشيعي وهذا سني وهذا يشتم وهذا يشتم، لا علاقة بالطائفة الشيعية بما حدث بالتاريخ. هذا التاريخ ملعون، هذا التاريخ ملغوم، ملغوم. تاريخنا الإسلامي مرت علي أفكار معينة وأيديولوجيات معينة، وأيادي، أيادي، أيادي كانت نجسة، أيادي نجست هذا التاريخ، أيادي خبيثة. نلاحظ دولة السلاجقة كانت دولة ناصبية تنصب العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت واجتثت أهل البيت وآذت أهل البيت وزورت التاريخ على أهل البيت وكتبت الأحاديث، العشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأغراض سياسية.
وأيضاً المدرسة الصفوية جاءت وكتبت عشرات الآلاف أطنان من الكتب، أطنان تروى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق زوراً وبهتاناً ومكذوبة على أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النتاج اليوم نتصارع نتاج السياسة، هذا يعبث بالتراث وهذا يعبث بالتراث، هذا يرفع يا لثارات عثمان وذاك يرفع يا لثارات الحسين. ثارات الحسين حتى في موروثنا الشخصي، حتى في موروثنا الاجتماعي، في 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 الدول العربية اليوم في مواسم عاشوراء وغير عاشوراء يرفع يا لثارات الحسين. من ثارات الحسين؟ أين من قتل الحسين اليوم؟ لا وجود لهؤلاء اليوم. ما هذا التاريخ هكذا يقرأ؟ نقرأ سيرة الحسين بأن نثير البغضاء. نعم الحسين تضحية، الحسين محبة. غاندي غرأ الحسين أفضل من المسلمين عندما قال تعلمت من حفيد نبي الإسلام كيف أكون مظلوماً فأنتصر. هذا غاندي، غاندي يحسن قراءة الإسلام. والمسلمون اليوم متشرذمون، تائهون، ضائعون، لا يعرفون شيء عن أمر حياتهم وأمور فقههم، فقط يعرفون فلان قتل فلان وفلان سب فلان وفلان طعن فلان بروايات مكذوبة وما أنزل الله فيها من السلطان. نرجع إلى جمال القرآن الكريم، نرجع إلى كتاب الله. يقول الله أن تنازعتم في شيء، هذا النزاع اليوم السنة والشيعة يطحن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا. اليوم الغرب يبتسم، اليوم الكيان الصهيوني لا يقاتل بعتاد العسكري ولا يقصف بالدبابات، لا، اليوم الكيان الصهيوني يحرك هذا التنظيم وهذه الميليشيات ويدعم هذه القناة وتلك القناة لكي يتصارع المسلمين وينفذ المخطط الصهيوني الأكبر. يقول بعض لا ليست هناك، لا هناك مؤامرة. نحن أول من تآمرنا على أنفسنا العرب، العرب والمسلمون أول من تآمروا على أنفسهم، هذه حقيقة. اليوم كل طائفي وكل بوق وكل من يرفع هذه الراية هو ينفذ أجندة غربية شاء أم أبا. كل من يقول يا لثارات الحسين ينفذ أجندة غربية، كل من يرفع قميص عثمان اليوم ويا لثارات عثمان ينفذ أجندة غربية. كفانا، كفانا غباء، كفانا سفكا للدماء. يجب أن نرجع إلى الإسلام المحمدي، نرجع إلى كتاب الله، نرجع إلى الإنسان، الإنسان المنتج، الإنسان الذي يحترم عقله ويحترم كتاب الله ويحترم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لا أقول إلا عذرا سيدي رسول الله، عذرا، عذرا إلى هذا المستوى الذي وصل إليه العالم الإسلامي اليوم. عالم الإسلام اليوم ينزف، ينزف، لا أقول دما، ولكن العالم الإسلامي اليوم والله لا أدري ماذا أقول. مثال صغير لابد أن أقف عليه. قناتين من لندن تبث من بريطانيا العظمى، قناة سنية وقناة شيعية، من يمولهما؟ أبواق لتفرقة المسلمين، أبواق. هذا يلعن أم المؤمنين وهذا يسب أهل البيت وهذا ينتقص من عمر وذاك يسب علي، كارثة. إلى أين؟ جنون، جنون، جنون. وهناك مع شديد الأسف من يتلقف هذه القناة وهذه القناة، هذه القنوات تمول من مجانين السنة وحمقى الشيعة، هذه الكارثة. كلنا سواسي اليوم، لماذا نتصارع هذا سني وهذا الشيعي؟ ما حقيقة السنة؟ السنة هم من يتبعون أهل البيت عليهم السلام، كل سني يحب أهل البيت عليهم السلام، كما قال القرآن، الله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قربى رسول الله، مودتهم فقط ومحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب دين. مجرد أن تحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن أنت سني، فقط الحب. هذا القرآن، لا فلان ولا فلان، القرآن يقول. وأيضا الشيعي، من هو الشيعي؟ الشيعي، الشيعي اليوم يتبع السنة باتباعه لسيرة أهل البيت عليهم السلام الذين عندهم إسناد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مدرسة مدارس السلف. هذا واقع، فلماذا نختلف ونتكلم في المسميات؟ كل سني شيعي وكل شيعي سني، الكل يجب أن يؤمن، السني يجب أن يؤمن بأهل البيت عليهم السلام، وهذه من العقيدة، من العقيدة
يعني في مواضع كثيرة في كتاب الله وفي أقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم، وأيضا عند الشيعة، الشيعة يتبعون أهل البيت وهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إلى أين نحن سائرون؟ إلى أين نحن ماضون؟ إلى الدمار. لماذا الخلاف؟ أنت سني وأنت شيعي وأنت زيدي وأنت إسماعيلي، الكل على خير. علينا أن نرجع الثقة بأنفسنا، نثق بأنفسنا ونثق بالآخر ونحترم الاختلاف. نعم هناك خلاف جوهري بين السنة والشيعة وبين الإباضية والسنة والمعتزلة والأشاعرة، وهذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا. يجب علينا أولا أن نقر بعقيدة الاختلاف، وهذه عقيدة قرآنية انطلقنا فيها بأول حلقة في الآية الكريمة: لو شاء ربك لجعل الناس أمة. يقول الله سبحانه وتعالى: لو شاء ربك. لماذا أنت تتعالى على الله سبحانه وتعالى وتريد من الناس أن يكونوا على مذهب واحد؟ استحالة، هذه سنة كونية الله تبارك وتعالى تحدث عنها في كتاب الله. لذلك على الإنسان أن يعي بأن الخلاف أمر صحي وأمر طبيعي. نعم هناك خلاف بين السنة والشيعة وكل المذاهب الإسلامية، أمر طبيعي جدا جدا. إلى متى نظل حبيسين هذا التراث وهذا الموروث؟ كل ما حدث سياسي استجلبنا التاريخ وما وقع في السقيفة وما وقع، أيهما أفضل، عمر أم علي أم أبو بكر؟ كلام. الخلافة الإسلامية أمر وقع وانتهى الأمر، انتهى الأمر. لماذا نستجلب التاريخ؟ أفضل علي أم عمر؟ علي بن أبي طالب عليه السلام بايع أبو بكر وانتهت القضية، حسمت. علي بايع أم لم يبايع؟ بايع الإمام علي بن أبي طالب، حسم الأمر. أنت تراه أفضل لا تراه أفضل، أمر يعنيك وأنت حر باعتقادك، حر باعتقادك. هذا الأمر لن يقدم ولن يؤخر. لماذا البعض يصر أن يستجلب التاريخ؟ هل تكون أفضل من علي بن أبي طالب؟ الإمام علي بن أبي طالب أقر بهذا الأمر والأمر انتهى، وأصبحت الخلافة أمر محسوم وانتهت كل الحقبة التاريخية، انتهت، لا وجود اليوم للتاريخ. نحن مسؤولون أمام الله يوم القيامة فقط بعباداتنا وصلاتنا واعتقادنا. هذا الأمور التاريخ لن يقدم لنا شيء، بل العكس، مزيد من التخلف إذا تشبثنا من التاريخ وتشبثنا بالأحقاد. وهذه القصص تورث الأحقاد، نورثها لبعضنا بعض، تورث الأحقاد والفتن. وأنا أزدري فلان وأنبز فلان بالكلمة الفلانية، وجاري كذا وهذا على الطائفة الفلانية وهذا على الطائفة الفلانية. الخلاف أمر صحي وطبيعي جدا، ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: كل حزب بما لديهم فرحون. أمر طبيعي، الكل يقول أنا على خير، وهذا يقول أنا على خير، وذاك يقول على خير، أمر طبيعي جدا. ولكن اللعنة أن نتقاتل اليوم العميل الحقيقي، اليوم من يتواطأ على الأمة الإسلامية والمحمدية، من يتواطأ على السنة والشيعة على حد سواء، هو كل طائفي من السنة والشيعة، كل طائفي كان سنياً أم شيعياً يكون بوقاً للشيطان وبوقاً للكيان الصهيوني، ويمزق ما هو ممزق من العالم الإسلامي. هذا هو العميل على الدول العربية كافة، خصوصاً في هذا المنعطف الخطير التاريخي، على الأمة العربية وكل الدول والمسؤولين وكل من يسمع صوتي، وكل صاحب قناة وكل صاحب صحيفة وكل صاحب موقع إلكتروني، أن يتقي الله، أن يتقي الله في هذه الأمة المحمدية والإنسانية. أتمنى من المسؤولين أن يقرروا قوانين أو يسنوا قوانين جديدة تجرم هذا الخطاب الطائفي. التجربة العمانية ممتازة جدا، في عمان في الدستور العماني تمنع الطائفية وتسحب الجنسية لمن يثير النعرات الطائفية. المشهد العماني من أروع المشاهد في الوطن العربي ككل، فيه أطياف من الإباضية والشافعية والسنة والشيعة، تجد الكل بكل جمال بكل احترام ومحبة دون نفاق، يلتفون خلف إمام واحد، يصلون صلاة الجماعة، يهنون بعضهم بعض، يزوجون بعضهم بعض، تعايش، لأن هناك شيء اسمه المواطنة، دولة حقيقية، دولة مؤسسات، لا تلعب في السياسة، تلعب بورقة الطائفية واليوم أدعم هذا الحزب وذاك الحزب، أبداً. سواسية في سلطنة عمان، هذا السلطان قابوس أسس للمواطنة، تجربة رائدة في الخليج العربي، تجربة رائدة جداً. أتمنى من الحكام العرب أن يحتذوا حذو السلطان قابوس في قضية المواطنة، العدالة. لا فرق اليوم أنا أحابي هذه الطائفة أوزرهم أو أهمش هذه الطائفة، أعطي الكل حقه. هذه الإنسانية، المواطنة، اليوم لا فائدة من هذا الصراع. التجربة الكويتية وإن مر في منعطفات قليلة، ولكن التجربة الكويتية لله الحمد والمنة، السنة والشيعة يحيون حياة كريمة جميلة متناغمة في الكويت بصرف النظر عن بعض الأصوات النشاز، ولكن تظل الكويت مترابطة
جدا بظل أسرة آل الصباح، مترابطة جدا جدا في قضية المواطنة والعدالة. أتمنى بأن العالم الإسلامي والعالم العربي وكل إنسان بكل طائفة وكل ملة أن يحيا بمحبة وسلام بظل القانون، قانون عادل يضمن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وممارسة حرية الكلمة والفكرة دون المساس باعتقاد الآخر أو رموز الآخر. أتمنى أن نرجع ونبني حضارة ونبني إنسان حر يحترم نفسه ويحترم الآخر، كي نحيا ونحيي فينا فقه الحب وفقه المحبة والسلام.